نيو برودكت دي سي 68 مؤخر للحريق الاول بالعالم، وصل بوقته قبل الاعياد واغلب البيوت بتكون مزينه. لتفادي تفشي الحريق بنرش على الشجره، على اوراق المغاره وعلى البراده وعلى السجاد في حال حدوث اي رح نرش على الميه الخضراء والميه الحمراء رح نتركها من دون رش. وبنرجع بعد 5 دقائق لكن معكم تشوفوا الميه الخضراء رح نولعها اللي رشين عليها دي سي 68، الميه الحمراء مش رشين عليها. هذا البرهان انه دي سي 68 مقطوعه، اللي هي هيدي دغري طولها.